السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة المدينتي. انا دابا قربنا البيدانسي، غنمشي نشوفو شنو طرا تما في جوطية بن عباد. للأسف البارح الجمعة وقعت حارق في الجوطية، اشتعلت النيران للأسف. غنمشيو نشوفو كيفاش ولات الأوضاع تما. كما ترون البناية الجديدة تحرقت أيضا. كما ترون يعني المكان مغلق من طرف الشرطة، غير مسموح بالمرور. إذن هذا ما أمكننا تصويره من شطية بن عباد. سنحاول مرة أخرى إن شاء الله العودة إلى هذا المكان. والسلام عليكم ورحمة الله.